ضرر بالغ لقلعة غازي عنتاب جراء الزلزال المدمر الذي وقع بالبلاد ووصلت قوته إلى 7.8 درجة وانهارت عدة أجزاء منها، بينها الجدار الاستنادي المجاور للقلعة الذي تناثر حطامه على الطريق. فما هي قصة القلعة التاريخية غازي عنتاب؟ هي من أقدم القلاع التاريخية عالمياً، بناها الحيثيين منذ 2200 عام، وأصبحت الأضخم في عهد وجود الرومان داخل تركيا، وذلك في القرن الثاني والثالث بعد الميلاد. محيط القلعة مستدير الشكل، تقع على مساحة 1200 متر، وتتكون من 12 برجاً جعلوها من أكبر القلاع. جدران القلعة مبنية من الحجر، ومثلت نقطة دفاع للأتراك ضد الغزو الفرنسي، وذلك بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية. تم تطويرها عام 2000 وتحولت إلى متحف يوثق بطولات الأتراك في عصور مختلفة، إلى أن سقطت بفعل زلزال 2023.